السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح لكم الدرس ديال سانتاز ديز سبيس شيميك. سانتاز ديز سبيس شيميك يعني تصنيع الأنواع الكيميائية. هذا الدرس الثالث بالنسبة للترونكوما سيانتيفيك. إذا نبدأ على بركة الله. بالنسبة لهذا أول فقرة عندنا لا ديفينيسيون دو لا سانتاز ديز سبيس شيميك، يعني تعريف تصنيع ديز سبيس شيميك نوع الكيميائي. إذن غنهضرو دابا لا سانتيز، دونك لا شيمي دو لا سانتيز يعني التصنيع الكيميائي. إذن حنا كنعرفو واحد الحاجة، إذن نعطيك لا ديفينيسيون هي الأولى. لا سانتيز دي نسبيس شيميك إتين ترانسفورماسيون شيميك، يعني التصنيع الكيميائي ديال واحد النوع كيميائي هو تحول كيميائي. دونك كان تحول، دونك سيتين غياكسيون شيميك أو كور دو لاكال خلاله دي زيسبيس شيميك أبولي لغياكتيف، إذا كيتسموا المتفاعلات، غياجيس كيتفاعلوا بعضياتهم أونتخ إل بوغ دوني أون أو بليزيوغ إسبيس شيميك، باش كيعطوني واحد النوع ولا بزاف الأنواع ديال كيتسموا لي برودوي. إذا خصنا نعرفوا واحد الحاجة، بأن التصنيع الكيميائي ديال واحد المادة ولا واحد النوع كيميائي كيكون دائما نتيجة واحد التفاعل كيميائي. إذا هذا التفاعل الكيميائي كيكون ما بين لي غياكتيف من كيتفاعلوا مع بعضياتهم كيعطوني نواتج، وهذيك الماده انا اللي بغيت انا نصنعها اللي بغيت نصنعها كتكون ضمن هاد لي برودوي. دونك انا لا سانتيز دي سبيس شيميك نيسيسيت تحتاج دوطغ سبيس شيميك. شكون هما؟ اول حاجه باش ندير انا لا سانتيز خصني لي رياكتيف، اول حاجه دونك لي رياكتيف دو لا سانتيز، هذه اول حاجه. لي سبيس شيميك نيسيسير ا لا سانتيز سون ابولي لي رياكتيف دو لا سانتيز، ومن كيكون من كيتفاعلوا مع بعضياتهم كيعطوني لي برودوي. دونك خاصني ايضا لي برودوي دو لا سانتيز. اذا ممكن تكون هذيك الماده اللي بغيت نصنعها كتنتمي هذوك لي برودوي اللي عطوني. ندوزو نقطة أخرى، ثانيا نيسيسيتي دو لا شيمي دو سانتيز، يعني شنو الحاجة علاش حنا بغينا نديرو حنا لا التصنيع الكيميائي، علاش حنا علاش دايرينها؟ إذا كاين مجموعة من الأمور أنا حاول نقولو علاش بغينا نديرهم. أول حاجة لوم ا توجور شيرشي ا سانتيتيزي، يعني الإنسان دائما كيبحث باش يصنع ديز سبيس شيميك، باش يصنع أنواع كيميائية كي ريبوندون ا سي بوزوان ملتيبل، يعني اللي هو هذوك كي ريبون، يعني اللي محتاجهم يعني كيسايروا نقدروا نقولوا مثلا الاحتياجات ديالو. إذا هنا كيلبيو الاحتياجات ديالو المتعددة، ريبون ا سي بوزوان ملتيبل. دونك هنايا او ثاني حاجه لي زيسبيس شيميك اكزيست دون لا ناتير، حنا كنعرفوا لي زيسبيس شيميك توجد في الطبيعه ولكن بواحد لا كونتيتي اللي هي انسيفيزون، تكون غير كافيه مي اون كونتيتي انسيفيزون، اي سون اكستراكسيون اي كوتوز، يعني التصنيع ديال الاستخراج ديالو كيكون كيتطلب واحد صرف ديال واحد الاموال، يعني بزاف، يعني كيكون بلي شير. دونك هنا كتكون واحد التكلفه كبيره. بار كونسيكون يعني وبالتالي لا شيمي دو لا سانتيز، دونك لا شيمي يعني التصنيع الكيميائي كيمكننا بيرمي دو برودوير باش ننتجو دي زيسبيس شيميك، يعني واحد الانواع كيميائيه اون غروند كونتيتي، يعني بواحد الكميه اللي هي كبيره افيك ان كو موديري، يعني بواحد التكلفه اللي نقدروا هي معتدله يعني معقوله. يعني هذه نقطه، حيت الا بغينا واحد الماده مثلا مشينا جينا من الطبيعه، اذا غنجي واحد لا كونتيتي غير قليله، ولكن مش درنا لا شيمي دو سانتيز غنقدروا نجي واحد الكميه اللي هي كبيره، وبالنسبه للطبيعيه كتكون ليكستراكسيون ديالها كتكون بواحد التكلفه اللي هي كبيره. اذا في هذه الحاله كنقولوا سي زيسبيس شيميك اللي حنا صنعناهم سون امبولي سانتيتيك، يعني مواد مصنعه. ثاني حاجه لا شيمي دو لا، يعني ثالث حاجه علاش كنديروا حنايا هاد لا شيمي دو لا سانتيز، دونك بيرمي دو فابريكي، كتمكننا باش نصنعوا دي زيسبيس شيميك ان اكزيستون دون لا ناتور ابولي ارتيفيسيال، يعني التصنيع الكيميائي كيمكننا باش نصنعوا دي انواع كيميائيه كي نيكزيست با دون لا ناتير، يعني انيكزيستون لا توجد في الطبيعه، كنسموها دي ارتيفيسيال، يعني مواد اصطناعيه. بحالاش؟ بحال مثلا لو بلاستيك، نيكزيست با دون لا ناتير، بحال مثلا لو فير نيكزيست با دون لا ناتير. اذا هادوك امثله لمواد اللي كنكونوا ارتيفيسيال، مثلا كاوتشو مثلا حتى هو كيكون ارتيفيسيال. ندوزو لنقطة أخرى، لا شيمي دو لا سانتيز بيغمي دافونسي، إذا كتمكننا باش نتقدموا بزاف لي دومين، دون لو دومين مثلا ديال لا سونتي في الصحة، في التغذية لاليمونطاسيون، مثلا في لاغريكولتور، يعني في الفلاحة اتسيتيرا، كاين مجموعة من المجالات اللي كتساعدنا هاد لا شيمي دو لا سانتيز باش نتقدموا فيها. دونك هنا لا شيمي دو لا سانتيز بريزيرف، يعني سميتها
يعني الكيمياء ديال التصنيع، اذا كتمكننا باش يعني التصنيع الكيميائي كيمكننا باش بريزيرف، يعني كيفاش نحافظوا على المصادر لي ريسورس ناتيرال، يعني المصادر، حيت الا بقينا حنايا كنستخرجوا غير من الطبيعه، اذا هذوك المواد ديال الطبيعه ينقرضوا ما يبقاوش علينا، اي يختفيوا لينا. دونك هادشي علاش خاصنا نديروا لا شيمي دو سانتيز، ومن كنصنعوهم راه كيكون عندهم نفس كيكون عندهم نفس الخصائص. حنا غنتكلموا على هادشي في الاخر ديال الدرس. دونك انا بور نو با فوا disparaître certains produits. Idem, bach hadouk l'anwa ma yختafouch lina. هذوك الانواع الطبيعيه. ندوزو لنقطه اخرى اللي عندي، عندما هنايا ندوزو لي تيب دو لا شيمي دو سانتيز، يعني انواع ديال انواع لا شيمي دو سان، يعني التصنيع الكيميائي. اذا كاينين ثلاثه الانواع، غنحاولوا نطرقوا ليهم. اي اكزيست تخوا تيب دو لا دو لا دو لا دو لا شيمي دو لا سانتيز، يعني كاينه الاولى اللي عندي لا شيمي لورد، لورد يعني الكيمياء الثقيله. دونك اي لي اورينتي فيغ لا سانتيز دي اسبي، اذا موجه بالنسبه للتصنيع نحو تصنيع الانواع الكيميائيه لي زاسبي شيميك اون غروند كونتيتي، يعني بواحد الكميه اللي هي كبيره، اي افيك ان كو فابل، يعني بواحد التكلفه اللي كتكون ماشي كبيره، دونك كتكون التكلفه اللي هي يعني الثمن اللي هو قليل. تلكو مثلا مثال لي ماتيير بلاستيك، بحال مثلا البلاستيك، الانواع البلاستيكيه بحال مثلا بولي ايثيلين، بولي كلورو دو فينيل، بولي ستيرين. اذا بحال هذوك الانواع الكيميائيه اللي حنا كنعرفو كنقدروا نصنعوا بهم، نصنعوا اون بو فابريكي دي زوبجي، مثلا لي بوتاي مثلا اون بلاستيك. دونك هادو كنصنعوهم بتكلفه اللي كتكون بلي دونك ني با كوتوز، يعني دونك لي ديريفو دو بترول، يعني المشتقات ديال البترول حتى هما كنقدروا نمشيو واحد الكميه كبيره بواحد بواحد التكلفه اللي كتكون ما كبيراش، دونك كتكون قليله. ندوزو لنقطة أخرى بالنسبة لاشيمي دو سبيسياليتي، يعني النوع الثالث لاشيمي دو سبي، يعني الكيمياء ديال الاختصاص. دونك إلي أوريونتي فيغ لا سانتيز دي زيسبيس أون ميان أون دو موان كومبليكسيتي، يعني موجه بالنسبة باش نصنعو واحد الأنواع الكيميائية ولكن متوسطة التعقيد، يعني معقداش بزاف. دونك إي دو كوت موديغ، يعني نقدرو نقولو التكلفة كتكون كو موديغ، يعني واحد التكلفة اللي هي كتكون معقولة. تلكو مثال مثلا لي كولورون، يعني الملونات، لي ديتيرجون، يعني بحال المنظفات. ندوزو لاخرى لاشيمي فين، يعني الكيمياء الدقيقة، هذيك تكون غالية شوية. دونك إلي أوريونتي فيغ لا سانتيز دي زيسبيس كومبلكس، إذا كتكون معقدة وكنصنعو، إلا كانت معقدة بطبيعة الحال غنحاولو نصنعو واحد لا كونتيتي اللي كتكون ضعيفة، دونك فابل كونتيتي، ما كتكونش كثيرة. اي دو كو الفي، اذا كتكون التكلفه اللي هي كبيره. تالكو بحال مثال لي بارفان دو غروند كاليتي، يعني لي بارفان اللي عندهم الكاليتي ديالهم كتكون كبيره. لي ميديكام مثلا، لي ميديكامون بحال الادويه مثلا كتكون واحد الكونتيتي اللي هي قليله وكتكون غاليه. دونك لا فانيلين اي دوطخ، اذا كاين مجموعه من الامثله. ندوزو دابا لا كاتخيام باراغراف، غندوزو لي زيتاب دو لا سانتيز شيمي. دونك غنوريك دابا المراحل ديال مثلا ديال انجاز واحد التصنيع، كيفاش كنديرو عملية التصنيع. اذا كاينين ثلاثة المراحل، اذا غنديرهم دابا هما الاولين. دونك عندي اول حاجة لا ترانسفورماسيون دي رياكتيف اون برودوي، اذا كنحاول نديرو تحويل ديال لي رياكتيف، حنا كنعرفو لي رياكتيف سو ترانسفور اون برودوي. دونك عندنا رياكسيون شيميك غنحاول نطرقو لها من بعد. عندنا تريتمون دو ميليو رياكسيونال، اذا من كنخلطوا لي رياكتيف كيعطونا واحد لو ميو اللي كيكون رياكسيونال، يعني ديال التفاعل. كنديروا يعني من بعد كنديروا ليكستراكسيون دي زيسبيس شيميك، اذا ليكستراكسيون يعني كنديروا بزاف لي ميثود اللي حنا فايتلينا شناهم في الدرس اللي فات، بحالاش بحال ليدرو ديسيراسيون كنا درناها، بحال ليكستراكسيون بار سولفون كنا درنا، مجموعه لا كروماتوغرافي، بزاف. من بعد عندي ليدونتيفيكاسيون دي زيسبيس شيميك سانتيزي، من بعد غنديروا نحاولوا ايدونتيفيكاسيون، يعني من بعد في الغالب غنديروا لا كروماتوغرافي. اذا عندو المرحله الاولى، نشرحو مرحله بمرحله. دونك ترانسفورماسيون دي رياكتيف اون برودوي، اذا اول حاجه غنديرو واحد 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 لو مونتاج. اذا في الفروض راه كيتحط كيقول لك، يقدر يرسم لك بحال هذا، ويقدر يقول لك سميت هذا، شنو سميت هذا، هاد لو مونتاج شنو سميته، خاصك تعطيني النوم ديالو. اذا هذا كيتسمى لو شوفاج ا غوفلي،
عقل لا لو شوفاج ا غوفلي. اذا حنا نكتبوا لك هذه غير حنا دابا كنديروا. اذا خصك اول حاجه تعرف الاسماء ديال هادو الا قال لك ليجوندي اذا خصك تحفظهم. اذا مثلا عندي هنا سيبور غران دو بيير بونس غنشوفوا الدور ديالو كل مره غنشوف. دابا غتعقل عليا بان هادو بيير بونس هذا كيتسمى ميلونج رياكسيونال هنا في كيكونوا لي رياكتيف لي رياكتيف كيكونوا هنايا دوك اللي بغيتهم انا هنايا. عندي هنا اوف خواد اذا كيدخل بحال مثلا هنا عندي الصوره كيدخل من التحت دائما دودي من التحت فيغ لو او يعني من بعد غيخرج هذا اللي هنايا دوك هذا اوتياد يعني كيكون دافي اللي كيخرج منها. وكنعرفوا هذا هذا فيت لينا شناه في الدرس اللي فات الغيفريجيرون يعني المبرد. عندي هذه بالون عندي هذه شوف بالون. اذا هادو خصك تكون عارف الاسماء ديالهم في الغالب هادو هما اللي كيتحطوا مثلا في الفرق. دابا ندوزو لحاجة أخرى. أول حاجة غنشوفو هذا هو الشوفاج أغوفلي هو هذا هاد لومونطا سميتو الشوفاج أغوفلي خاصك تحفظ عليها. دوك غنعرفو دابا لو غول من بين الأسئلة اللي كتحطو في الفورد كيقوليك أشنو الدور ديال لو شوفاج أغوفلي خاصنا نعرفو ليها. إذا سينيفي كان ليكيد أون إيبيليسيون يعني ملي كنديرو عملية كنغليو مثلا هنا ملي كنديرو كنسخنو كنديرو لو شوفاج دوك لي فابور من بعد غيبدا يتبخر ليا كيسيشاب. إذا كيسيشاب إذا كيطلعو دو سو ليكيد سون ليكيفي. إذا هنا بطبيعة الحال الماء ملي كيدخل بارد إذا كيحاول يدير عملية التكاتف سو ليكيفي يعني سو كوندونس بور غوتورني دون لو ميليوراسيون. دونك ملي كيتكاتفو كيوقع واحد الاساله اذا كيكون غاز كيتحول ثاني سائل وكيعاود ثاني يهبط ثاني هنا وكيطلع وكيبقى يهبط هنايا. اذا دونك هنا دونك لو ميليور رياكسيون اذا داكشي اللي تبخر كيعاود ينزل هنايا يعني ما كتضيع حتى حاجه من لي رياكتيف ما كتضيع حتى حاجه. دونك دابا غنقول لو شوفاج دونك لو رول دو شوفاج اغوفلي. اذا هذه اللي خصك كتحط كيقول لك كيلو لو رول دو شوفاج اغوفلي سي اوغمونتي لا فيتيس دو لا رياكسيون. اذا علاش؟ لان كنعرفوا بان لان حنا نذكرها من بعد بان لو شوفاج الدور ديالو هو شنو هو 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 خصو يسرع ليا هذيك لا رياكسيون كيميك هذاك التحول الكيميائي. لان في الاول كيكون هذاك لما كانت تسخين كيكون هذاك لا رياكسيون كيميك كتكون بطيء كيكون غير. دونك شنو خصنا ندير؟ خصنا نقومو ب بتسخين هذاك هذاك هذا الميلونج اللي عندي هنا. اذا هادشي اش كنديرو عمليه التسخين وكنديرو التسخين بالارتداد يعني اغوفلي شوفاج اغوفلي. وعندي طريقه اخرى للهدف الثاني الدور ديالو هو ايفيتي لا بارت يعني باش ما تضيعش دي رياكتيف اي دو برودوي ما كتضيع ليا لا رياكتيف اي لو برودوي. اذا هذه خصك تحفظها. دونك لو رول دو شوفاج اغوفلي سي اوغمونتي لا فيتيس دو لا رياكسيون باش تكون سريعه اي ايفيتي باش نتجنبوا لا بارت باش ما تضيع ليا لا من لي رياكتيف ولا من لي برودوي. ندوزو لحاجه اخرى لو ريفريجيرون. حنا كنعرفوا الدور لو ريفريجيرون يلا قلتها دابا. اذا هذوك الغازات من كيطلعوا هنا هذوك لو فابور كيتكاتف اذا سو ليكيفي دونك كوندونس لي فابور. اذا باش كيردهم كيكون ايطا غازو كيردوا لايطا ليكيد يعني من الحاله الغازيه للحاله السائله كيسيشاب دي ميلو دونك كوندونس لي فابور. هادو كيتحطوا في الامتحانات. ندوزو لاخرى لو رول دي غران دو بيير بونس يعني هاد الحبيبات ديال بيير بونس. اذا هاد الحجر اللي عندي هذا اللي كيديروا هاد الحجيرات اللي كاينين هنايا كيقدروا يكونوا مثلا من زجاج وش حاجه. اذا غنعرفوا الدور ديالهم. اول حاجه علاش كنديروا حنايا هادوك الحجيرات اللي كنديروهم هنايا؟ دونك هنا لان كنعرفوا من كيدور من كنسخنوا هما كيبداو يتحركوا. اذا لمشاو تحركوا شنو كيديروا؟ كيديروا واحد الفقاعات. اذا كيدير واحد الفقاعات غازيه فيها لو ميلونج رياكسيونيل. واذا في هذه الحاله ملي كيدير واحد بحال كيخلطوه مزيان اذا غتكون درجه الحراره اللي غتكون هنا يعني لا تمبيراتير غتكون هنا في هذا الميلونج غتكون بحال دونك ميم تمبيراتير. اذا هادشي اش كنقولوا اي دو ريغولي ليبيليسيون دونك ريغولي ينظم يعني ليبيليسيون يعني لا تمبيراتير ديال الميلونج اي هوموجينيزي يعني ملي كيدور هما راه كيحركوا كيولي هذا الميلونج كيكون هوموجين يعني كيكون متجانس. اذا خصك تعقل على هذه انك تحطيه في الفرن. لانتيغي دو شوفاج يلاه قلتها قبيله قلنا لو شوفاج شنو كيدير؟ اي لاكسيلير كنعرفوا لا رياكسيون كتكون بطيئه دونك بو اكسيليري لا رياكسيون اونتر لي رياكتيف يعني في الميلونج رياكسيونير. اذا دونك هنا خصنا نسخنوا دونك اي داكسيليري لا رياكسيون شيميك اونتر لي رياكتيف. هادشي اش كنديروا؟ لو شوفاج عقل عليها تسخين.
عندي حاجه اخرى لو ريفريجيرون ابول. لو ريفريجيرون ابول اي توفير كيكون دائما محلول اسون اكستريميتي سوبيريور، هذيك هذه الطرف ديالو العلوي سوبيريور. وعلاش؟ بور ايفيتي لا سور بريسيون. كنعرفوا كيولي واحد الضغط، الا كان مسدود غيولي واحد الضغط غالي مرتفع، ضغط مرتفع. اذا انا باش نخليه محلول باش نتجنبوا الضغط المرتفع، هادشي علاش. ندوز دابا لا سانتيز دي لاسيتات دو لينالي. اذا هنا الدرس راه دابا راه ساله. دابا حنا عندي لك واحد التمرين تطبيقي، بحال مثلا تمرين واحد المثال كيفاش كنديروا لا سانتيز والفروض كيفاش هما كيتحطوا هكا. اذا بحال المعطيات الى غير ذلك. اذا نبداو مثلا في الفرض راه كيعطيك بحال هاد الجمل، كيعطيك كل شيء شنو كنديروا الى غير ذلك. غنعطيك مثال باش تكون عارف كيفاش كيتحطوا الفروض. دونك لاسيتات دو لينالي يعني حنا بغينا نديرو لا سانتيز، التصنيع ديال لاسيتات دو لينالين. هو يعطيك كيفاش خد كيفاش انت كدير ليه. دونك لاسيتات دو لينالين كونتوني دون لويل اسونسيال اكستري دو لا فلور دو لافوند. اذا كنلقاو في الزيت الاساسي ديال 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 الورد ديال الخزانه. إتين سبيشيميك كي بو اتر سانتيزي، إذا ممكن أننا نصنعوه أو لابوغاتوار في المختبر. أون بو أوبتونيغ أون فوزون غياجيغ، إذا كيعطيك لي غياكتيف. إذا ممكن هنا يقول لك كيل سون لي غياكتيف، خصك تكون عارفهم. دونك هنا لي غياكتيف انطلاقا من هاد الجملة، لي غياكتيف عندي لينالول افيك لانيدريد ايتانويك. إذا هادو هما لي غياكتيف اللي عندي. دونك لا غياكسيون شيميك بو الوغ سيكخيغ سو لا فورم. إذا هادو كيتسماو لي غياكتيف لينالول اي انيدريد اسيتي. من بعد كيعطوني هادو سوسون دي برودوي. دونك اسيتات دو لينالين اسيد اسيتيك، هذا ما عندي ما ندير به. انا عندي بغيت نحضر انا هذا لاسيتات دو لينالين، هذا هو البرودوي اللي انا بغيتو بحكا. دونك هنا دونك انا نعطيك كيلك بروكوسيون ابروندغ بور ايفيتي. حنا كنعرفوا لي سوليسيون سون تري دونجوروز. اذا هنا خصنا من كنديروا المناوله ديال ليكسبيريونس خصنا نديروا دي واحد الاحتياطات اللي خصنا نديروا. اول حاجه الفو ترافايي، اذا خصنا نشتغلوا سولا اوت يعني خصنا نكونوا بعادين على هذوك لي برودوي بزاف. دونك اي بورت يعني ممكن نديروا شي ماسك ولا شي حاجه بحال هكا. دونك اي بورتي دي غون خصنا نديروا ليغات اي دي لينيات يعني لينيات دو بروتيكسيون. يعني ممكن يقول لك دوني ما دي بروبوسيون ابروند، اذا ممكن تذكر لي هادو اللي عندي بورتي دي غون يعني لي غات اي من النظارات الواقيه. دابا غنديروا اول حاجه مونت ابيغاتوري. قلنا هذا سميتو لو شوفاج اغوفلي، هذا لو مونتاج خصك تعرفو. قال لك دوني ما لو نون دو سون مونتاج، خصك لو مونتاج اغوفلي. دابا غنديروا لو مونت اوباغاتوار يعني لو بروتوكول اكسبيريمونطال يعني ليكسبيريونس كيفاش كنديروها. اذا دابا غتعرف كيفاش حنا كنديروها. اول حاجه على ديني بروفيت غادي حنا غنشوفوا دابا نحاولوا نقيسوا الحجم ديال لي غياكتيف. لي غياكتيف حنا قلنا لينالول وعندي حنا نذكروا الاخر على ديني بروفيت غادي 50 مليلتر. عندي اون ميزيغي يعني اون ميزيغ ان فوليم دو 5 مليلتر دو لينال، هذا هو المتفاعل الاول يعني لو بومي غياكتيف. ثاني حاجه دون ان بالون، هذه هي لو بالون هي هذه اللي عندي. دونك اون انترودوي 10 مليلتر دانيدريت اسيتيك بوي لو 5 مليلتر دو لينالول. اذا غنخلطوا هذوك لي غياكتيف يعني هما هذا الاول وهذا الثاني اللي عندي دابا هنا. من بعد اون اجوت 4 ولا 5 غران دو بيير بونس. اذا خصنا نديروا هنايا بيير بونس، حنا كنعرفوا الدور ديال فيت قلناهم كاينه هوموجينيتي وكاينه باش تكون لا تمبيراتور تكون كونستانت في هذاك الميلونج رياكسيونال. ثاني حاجه بوشي لو بالون يعني نسدو لو بالون. اذا هاد لو بالون نحاولوا نسدوها اون اجيت دو سمون نحركو اون ماتينو لو بوشون. اذا خصني نحرك وتكون راه مسدوده. المرحله الاخرى اش كنديروا بلاسي لو بالون دون لو مونتاج. اذا غنديروا هنا في لو مونتاج هنا فغنديروا بحكا اي لو ساسوري لا ستابيليتي دو لونسومبل. اذا خاصني نثبت هادشي مزيان ها هو عندك لي سيبور الى غير ذلك. ندوزو من بعد شنو كنديروا بورتي لو ميلونج ا لوبيليسيون دوس. اذا غنسخنوا بواحد درجه الحراره تكون ما تكونش مرتفعه بزاف، كون شويه الحراره. اذا هذه ليبيليسيون دوس.
من بعد اش غنديرو؟ نو با اوبليي دو فيغ سيركيلي لو فخواد دو با فيغ لو او دون لو ريفريجيرون. يعني خصنا نبداو من التحت، الماء خص يدخل من لو با فيغ لو او، يعني هنا يخرج ليا من الفوق. اذا علاش؟ باش يكون واحد عمليه التكاتف، حتى كان كيدخل هنا يهبط بالخف. اذا هنا باش كيطلع بشويه بحال هكا كيطلع، من كيطلع هنا كتكون عمليه التكاتف. علاش؟ حيت كنعرف لو ريفريجيرون لو رول ديالو كوندونس لي فابور. شوفي اغوفلي كنسخنو بالارتداد بوغ اكسيليغي، حنا كنعرفو لو شوفاج الدور ديالو اكسيليغي لا رياكسيون باش يسرع ليا لا رياكسيون، اي مانتونيغ اونيبيليسيون دوس. يعني قلت لكم خصو ما نسخنوش بزاف بوندون، ما نسخنوش تكون نسخنو تكون مثلا تكون العافيه نقدر نقولو بالمهل. دونك بوندون 30 مينيت، يعني ندير واحد 30 دقيقه اونفيرون. دونك اريتو لو شوفاج، اذا غنوقفو لو شوفاج، روتيري لو شوف بالون، كنحاولو نحيدو هادوك لو شوف بالون، اي لسي لو بالون غوفخواديغ الاغ. اذا من بعد غنتركوها ونخلوها تبرد هاكا. من بعد لو تخيطمون، دوزو للمرحلة الثانية لو تخيطمون دو ميليو رياكسيون. اذا الاولى درنا المرحلة الأولى، ندوزو للمرحلة الثانية لو تخيطمون، معالج ديال ميلونز رياكسيونال. إذا كيفاش كنديرو ليها؟ دونك أول حاجة ليليميناسيون دو ليكسي دانيدريد أسيتيك. علاش؟ لأن درنا لينانول مع أنيدريد دو ليسان، هادو هما لي رياكتيف، ولكن لاني غتكون باقا شي حاجة في لو بالون، شي حاجة اللي ما تفاعلش. دونك هذاك الفائض ديال لانيدريد أسيتيك كيفاش غنديرو، كيفاش غنحيدوه؟ دونك هنا لوسكو لا سانتاج إي تيرميني، دونك إل فو سيباغي، يعني غنفصلو إي بيغيفيي لو برودوي، يعني غنحاول نقيو هذاك المنتوج اللي عندي بوغ إليميني ليكسي دو لانيدريد أسيتيك، داك الشيء اللي بقى ليا من لي رياكتيف كون نوغا با كومبليتمون رياجي، اللي ما تفاعلش ليا مع لينالو، ياك. دونك اون اجوت دو لو انيدريت، دونك اون اجوت لو، اذا غنديرو غنضيفو لو ديستيلي، يعني الماء المقطر. دونك شنو غيوقع تما؟ لانيدريد لاسيتيك هذاك اللي عندي غيستون سو ترونسفورم، اذا غيتحول الوغ اون اسيد لاسيتيك، اذا غيتحول غيولي برودوي، دونك غيتحول اي كي باس دون لا فاز اكوز. اذا من بعد غيدوب وغيولي لا فاز اكوز. حنا نعرفو لا فاز اكوز شنو فيه؟ فيه لو، اذا بحال نفاصل على الاخر. من بعد شنو غنديرو؟ غنديرو دابا المرحله الثانيه اكستراكسيون دو لاسيت لينالين، اذا غنحاولو استخراج ديال هذاك اللي بغيت انا اللي هو لاسيت لاسيتات دو لينالين، هذا سو فورم ديستر غتقروه من بعد. من بعد اونفارس كيفاش غنديرو ليها؟ اونفارس لو ميلونج افيك اون انطونوار دون زين امبول ا دي كونت، يعني داك الشيء اللي كنا درناه شحال هادي في الدرس اللي فات. دونك غنديرو لو ميلونج في لونطو هنا في هاد البلاصه. اشنو غنلاحظو؟ اون ليس ا دي كونتي، اذا خصنا نحركو، من غنحركو اون دي غاز، اون ليس ا دي كونتي بو اون اليمين لا فاز اكوز، اذا لا فاز اكوز اي اون كونسيرف لا فاز اورغانيك. اذا بور سولا اون روغاردون اتونتيفمون لي ديفيرون دونسيتي دون لو طابلو سويفون، اذا خص تكون عندك واحد المعلومات اللي خصك تكون تعرفها. انت من عاد ديرهم بحال هكا يكون عندك دو فاز، واحد فاز اورغانيك والاخر فاز اكوز. انت خصك تعرف شكون اللي غيطلع الفوق، داكشي على حساب لا دونسيتي، اللي عنده لا دونسيتي كبيره راه غيكون لتحت، واللي غيكون لا دونسيتي قليله غيكون الفوق. دابا الا شلنا مثلا لاسيتات دو لينانيل، شحال عنده لا دونسيتي ديالها؟ 0.89، ولكن لا فاز اكوز اشنو فيه؟ لاندريد اسيتيك، هذا هو اللي ولا عنده، دونك عنده ان، دونك هذا غيكون في الاسفل والاخر غيبقى الفوق. اذا من بعد عرفت بان هنا فغيكون عندي لاسيتات دو لينانيل، لان لا دونسيتي ديالو صغار من لا دونسيتي ديال الانيدريد اسيتيك. من بعد شنو غندير؟ اون ليمي لاسيد اسيتيك، غنحيد لاسيد اسيتيك ما عندي ما ندير به، غيستون اون اجوتون اون سوليسيون دو دين سوليسيون اكوز ايدروجينو كاربونات دو صوديوم. اذا غنحاول نضيفو ايدروجينو كاربونات. اذا اشنو الدور ديال الهيدروجين كاربونات؟ اذا سي تادير ترانسفورمي، اذا بحال لا يحاول دونك بوغ نوتراليزي لو ميلونج، سي تادير ترانسفورمي لاسيد لاسيتيك اون اسيتات صوديوم، اذا بحال لا يحول ليا لاسيد اسيتيك اون اسيتات دو صوديوم. هادي اللون، هادشي اللي درنا الهيدروجين كاربونات. من بعد اون اجيت، من عندي اون نحرك اون دي غاز بليزيوغ فوا، اذا من بعد غنحرك اون دي غاز بليزيوغ فوا. من بعد اون ليس ا دي كونتي بو اون ليمي لا فاز اكوز، اذا من بعد ان اون ليميز لا فاز اكوز. اذا هنا في عندي هذاك اللي انا بغيت، اذا هنا غيكون عندي دابا هنايا.
دونك من بعد غتحصل على هذا بحال هادو ميثود خصك تكون ما ماشي بالضروري تكون تعرفها. دابا كنشرح لك لا ميثود كيفاش كتكون. من بعد اون لاف لا فاز اورغانيك، اذا يعني خديت لا فاز اورغانيك لا فاز اكوز حيتو لوحو زعما بقى لي دابا لا فاز اورغانيك اللي فيه انا هذاك اللي بغيت انا اللي بغيت انا نحط لاسيتات دوليناني. دونك هنا اون اجوت طون 20 دو، انا حاول نضيف ليه 20 دو. علاش غنزيد ليه؟ باش نحيد منه اذا كانت باقا فيه شي حاجه ديال ديال هذاك من لي رياكتيف. دونك اون ريكيبير لا فاز اورغانيك دون ان بيشير بروب، اذا من بعد عندي ناخذ لا فاز اورغانيك ونديرو فواحد ان بيشير واحد الكاس اللي كيكون نقي كيكون ساك يعني كيكون ساخن سخون يعني ساك جاف. دونك كيكون مثلا في الفرن نخرجو كو لون سيش افيك، اذا هنا كنحاول اون سيش افيك لو كلوريغ دو كالسيوم انيدر، اذا كنزيد عليه واحد لو برودوي اللي كيتسمى لو كلوريغ دو كالسيوم انيدر. انت كاع ما تسوق هادشي لان اصلا انت دابا نشرح لك التجربه، حنا غنقول لك شنو خصك تاخذ. ندوز على ليدونتيفيكاسيون ديال سبيس شيميك سانتيتيزي، اذا هذه خصك تكون عارفها لانك تحط في الفروض. اذا كيفاش كندير لا ديدونتيفيكاسيون باش تاكد بان هذاك اللي حضرت واش هو واش فيه داك الشيء ولا ما فيهش. دونك بو ايدونتيفي لي سبيس شيميك سانتيتيزي اون يوتيليز لين دو ميثود اكسبيريمونتال سويفون، اذا كنستعمل جوج طرق. لا ميثود الاولى سوا اون ميزور سيرتان كاركتيرستيك فيزيك دو لسبيس اوبتوني اي اون لي كومبار او فالور دو ريفيرونس بريتابلي. اذا شنو كندير؟ حنا كنعرفوا كل برودوي راه عنده لي كاركتيرستيك فيزيك بحالاش، بحال مثلا لا طومبيراتور دو فيزيون ولا لوبيليسون، كل واحد عنده بحال هكا. اذا نشوف دابا هذاك اللي حضرت نشوف لا طومبيراتور دو فيزيون ديالو ولا لوبيليسون ديالو، وانا راه عندي لي دون عندي واحد لو طابلو يعني عالميا معروفين ان لا طومبيراتور دو فيزيون ديال هاد لو برودوي اللي انا حضرته انا بحال هكا معروفه ديالو ما كتغير حتى لا طومبيراتور دو بيليسيون ديالو، ونقارنها مع هذاك اللي عندي انا. دونك نشوف تقدر نصور في لا سوليبيليتي يعني شكيدو بزاف تري سوليبل موان سوليبل نو ديسو با، اذا بزاف تحويل لا سادونسيتي يعني الكثافه ديالو صاماس فوليميك، اذا ممكن نستعمل لي كاركتيرستيك فيزيك. هذه لا ميثود الاولى. بالنسبه لا ميثود الثانيه ممكن ندير اون كروماتوغرافي سيغ كوش ماس، يعني نقدر ندير لا كروماتوغرافي سيغ كوش ماس يعني سي سي ام اللي حنا فايتنا شناها. دونك بوغ رياليزي بوغ فيريفي دين بار سي لو برودوي اوبتوني et celui désiré, yani ceci fait par comparaison avec le même produit de référence. Et on a dit, il y a une stratégie qu'on a essayé de faire des gouttes, on trouve واحد les produits qui sont de référence, يعني معياري حنا عارفينهم معروفين بالنسبه لينا. حنا نشرحها لك دابا ندير لك واحد ليكزامبل اي دوتر با بور فيريفي لا بيورتي يعني واش خالص ولا ماشي خالص دو برودوي اوبتوني. نعطيك مثال مثلا اكزومبل درنا مثلا لو ميلون لا كاركتيرستيك دو برودوي فورمي بار سي سي ام. دونك لو ميلونج سانتيتيزي كونتيان دو لاسيتات لينانيد كار علاش اللي درنا هنايا هذا هو البرودوي الميلونج انا اللي حصلت عليه اللي كنت حصلت عليه قبيله. دابا هنا عندي واحد القطره من لينالور كيكون عندنا مثلا في المختبر وعندي ا لاسيتات دو لينالين هادو فايتين هما محضرين ونشوف انا واش فيهم هاد البرودوي اللي حضرت عليه اللي انا بغيت نحضر غير لاسيتات دو لينالين واش كاين ولا ما كاينش. اذا انا شنو غندير؟ لاحظ معايا الا مشينا شنا مثلا انا عندي الغرض غير اسيتات دو لينالين، لاحظ معايا هاد البرودوي اللي انا اللي حضرته انا اللي حضرته لاحظ معايا عندي جوج البقع هما هادو عندهم ميم اوتور يعني عندهم ميم فرونتال عندهم ميم رابور دو فرونتال يعني عندهم ميم رابور دو فرونتال يعني ان هاد البرودوي ال ا راه كاين يعني كاين في هذاك البرودوي اللي انا حضرته يعني راني راه فيه لاسيتات دو لينالين. دونك لو ميلون سانتيجي كونتيا اذا يحتوي على لاسيتات دو لينالين اللي انا بغيت نحضرو كار اليا اون طاش اذا كاينه واحد لاطاش ها هي دو ديبو فاز اورغانيك كي على ميم رابور فرونتال عندها لا ميم رابور فرونتال اللي عندي يعني عندهم ميم اوتور عندهم ميم اوتور كو لاسيتات دو لينالين بيور يعني. وممكن حنا نديرو ايضا هذا راه فيه ايضا لينالون هاي عندهم ميم رابور فرونتال او بيان ميم اوتور. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. في الغالب كاين داكشي الاول هو اللي خصك تاخذه مزيان هذاك الشيء اللي كيتحط في الفروض. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.